بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي، وراح نتكلم عن بعض النقاط المهمة التي تدخل في مجال اختيار شخص في للمرأة الحامل والاهتمام فيها أثناء فترة الحمل. يجب أن يكون اختيار الشخص مبني على توصيات من المحيطين في هذا الشخص، مثل طبيب الرعاية الأولية أو الأصدقاء أو أفراد من العائلة، وأيضا التفكير المطول في اختيار هذا الشخص. ويجب أن يتميز هذا الشخص بالسمعة الحسنة وأيضا الشخصية وسلك، ويعني فحص سلوكيات الشخص المرافقة لشخصيته، وأيضا نوع الجنس إذا كان ذكر أو أنثى، وأيضا عمر مقدم الخدمة، وأيضا مكان العيادة ومواعيد العمل على حسب يعني حالتك. وإذا كنت يعني تتابعين مع نفس مقدم الخدمة سوى يعني أثناء الزيارات في العيادات السابقة وأثناء الولادة، يجب أن يتم تحديد من هو المسؤول في التوليد في الفترة القادمة، ومن الذي يحل محل مقدم الخدمة أثناء غيابه أيضا، لأن قد تحصل ظروف لهذا مقدم الخدمة والاستشارات سواء كان طبيب أو ممرضة أو مساعد طبيب. وأيضا أين تريدين أن يكون مكان الولادة، وكيف يتعامل مقدم الخدمة مع المكالمات التلفزيونية أو المكالمات أو الاستشارات التي تتم بعدة ساعات بعد الاستشارات الطبية والاجتماعات. قد تكون يعني لقاءاتك مع مقدم الخدمة نص ساعة يعني بشكل مطول بين فترة وفترة، وهذا يعني يختلف من طبيب إلى طبيب. مثل طبيب النساء والتوليد قد تكون بين نص ساعة إلى 10 دقائق على حسب الفحوصات و الازدحام المتواجد لدى هذا الطبيب. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.